لشو بدكن تتعلموا إذا ابن البيك عم يتعلم؟ قد تنطبق هذه العبارة اللي كانت تستخدم أيام البيكويات والزعامات على الواقع الحالي، فكما كان متوقع لم تفتح المدارس الرسمية ليزداد عدد الطلاب سنويا أبوابها، وذلك لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم. نحن مثل 70% متعاقدين، حقنا بالتثبيت والدخول الى الملك والحصول على معاش شهري وضمان وبدل نقل، لان نحن هو كلهم ما بنحصل عليهم. وزير التربيه بيقول انه نحن بدنا نعطي حقوق، ولكن نحن بدنا ننظر هل في مصاري؟ يعني نحن عم نقول على الاعتمادات، حقيقه نحن اليوم قدام هيدي الازمه، لو بدهم ينعطى وعود، لو بدنا نحط خطط، لو بدهم ينعطى قد ما بدك رؤيه، كله عم بدل نظريات، كله عم بدل حبر على ورق، كله عم بدل مجرد وعود بالهواء، لما بتجي على ارض الواقع ما في مصاري. وزير التربية عباس الحلبي كان قد أعلن عن تأمين زيادة غلاء معيشة بنسبة 80% على أجر الساحة، فهل نتكلم عن سلسلة رتب ورواتب كارثية جديدة؟ قبل كل حملة انتخابية وكل مشروع خاص فيهم بيدخلوا موظفين على القطاع العام، ولكن نحن هل في موظفين بالقطاع العام كلهم هني ما بيستاهلوا سلسلة الرتب والرواتب؟ لا، هذا شيء مش مزبوط. في موظفين بالقطاع العام كانوا بيستاهلوا سلسلة الرتب والرواتب وهن عندهم ضمير وكفاءة ولو كانوا قليل، ولكن في نسبة كبيرة مزبوط حتى بتقبض معاشها مثل السكة الحديد، بيقبضوا أصلا. ما في شيء اسمه سكة حديد بلبنان، بس إلها اعتمادات بالوقت التعليم ما له اعتمادات. فمن هون نحن مزبوط كأنه عم نروح على زيادة جديدة، ولكن اليوم الوضع مغاير، إنه أنت ما عندك حد أدنى من المقومات لتعودي. في المقابل كشف الحلبي عن اتصالات يجريها مع الجهات الدولية المعنية لتأمين مساعدات مباشرة للمعلمين. بمعنى آخر، العام الدراسي رهينة الأموال الخارجية. للأسف صحيح، أنا مش أنا اللي قلتها، هن اللي قالوها، هن قالوا. وحتى بحكي عندنا الاجتماع مع وزير التربية، ومن خلال كمان تصريحات كافة الوزراء بلبنان، يعني هذا لا يخفى على أحد، ومن تصريحات من رئاسة الجمهورية للمجلس النيابي للحكومة، إنه نحن ننتظر الاعتمادات المساعدات والدعم لنقدر ننطلق. وإذا بدك مقضينا تسول زعمائنا عند دول الخارج، أرجوكم أعطونا وساعدونا، هني عم بيقولوا هيدا الشيء. والخطر هون مثل ما بتقولي راهنين بداية العام الدراسي والقطاع التعليمي بلبنان بالدعم الخارجي. العام الدراسي أمام مصاعب كتيرة تختصر بفكرة واحدة، ما بدهم الشعب يتعلم ويوعى أحسن ما يطيرهم.